لما يمضي على قدومها إليها سوى سويعات. لم تمت آية بسبب سوء التغذية هذه المرة، وإن كان حاضرا بقوة في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، وإنما لعدم توفر حواضن الأطفال داخل المخيم. هي حالة فقط من حالات الحصار التي يعيشها من بقي من أهالي المخيم الذي تقطنه غالبية من اللاجئين الفلسطينيين، نزح منهم عشرات الآلاف من الأسر. يجد المحاصرون صعوبة كبيرة في تأمين الغذاء والدواء، خاصة للمصابين بأمراض كالسكري والضغط، فضلا عن قطع الكهرباء لفترات طويلة حسب ما تفيد شبكة أخبار المخيمات الفلسطينية. ينسحب هذا الدمار على نحو 40% من مباني المخيم، بما فيها من منازل ومدارس ومساجد وشبكات صرف صحي، كما تقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان. جانب إنساني لا يقل أهمية.